حياة دهر الآتي. اللهم اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا امين. كيري علي صون كيري علي صون يا رب ارحم. كيري علي صون كيري علي صون ارحمنا يا الله. كيري علي ياترياس افيوت نم بشير نم ببنف ما يثواب او هيرين نم اوكو تجنتو ام بفات يثواب ان كاسو لكي نفسو لكي انك اكلسين تبنوت امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة معتم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين قدموها يا رب ارحم. Amen.
مث وابو نوت نوت امين في مروت جيف نوت بيوت بيب انتكراتور امين في مروت جيف من كنيس شريس وبخريستوس بن شوي امين المراوت جيب ابن ما يثواب ام باراكليتو واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس آمين مبارك الرب إليه إلى الأبد يا جميع الأمم بارك الرب فلتباركوا جميع الشعوب لأن رحمته قد سبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد آمين هللا Irene Pasi Σοπέμου τον τότε φεμπερίδωρ πετναλεύον, ότι μνώτη βιώτη μπεν σοϊ μπενούντα μπεν σωτήρ Ιησός με Χριστός. Εσκυπέζει να γόνε φερβόηθεν έρων εφέρε ήρων αστούπτην έρου φαυτία σου έρων αυτή του τέν. Αφέν την σωρία τα Ιωνούς πάει κοινού τέπαινον χενηρήν ειβέν. Εν ζεμπή παν το κρατούρ υψοϊς πενούτη. Προς ευεξάστε, Κύριε Σοις ευνότη πεν του κράτρου βιώτην πεν σοις πενότη ο πεν σου τύρι σως πε Χριστός. Να σκούρου και άλλα κουλα χάλ, ο μεν έγλε κουλα χάλ, ο φύ κουλα χάλ. Λαν αξατάρτανα, ο άντανα, ο χαφιστανα, ο καβιλτανα, η λαϊκ. Ο ασφακτα άλλα είναι άδωτανα, ο ετέιτα πίνα, η λαδί معنا ويعيننا ويقبل صلات وطلبات قديسي منهم بالصلاة عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة أبينا البطريرك البابا أنبات ودروس الثاني وشركاء في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا موسى وأبينا الأسقف الأنبا بولا وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا يا رب أكبر مني من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزع عنا وعن سائري شعبك وعن هذه المائدة وهذه الكنيسة المقدسة وهذا الموضع المقدس الذي لك أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والأقارب وكل قوة العدو سيئة
عبيد خدام هذا اليوم سماشقي كل شعب وضع فلكم حول مثال القدوس الآب والابن والروح القدس الكنيسة الواحد المقدسة ماري ساويرس قدوس كورس قديس أثناسيوس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة قديس يوحنا ديما قديس كيريخ بسيريس غوريوس من أفواه ثلاثة وثمانية عشر ذيك تمع بني خمسين بابا الأنبا تأدروس الثاني أسقفنا الأنبا بولا فما حقار ظهر الدور أمين من بنيات التايات نارشي رفس بابا أغطى وادروس نم بنيات نبس كوبوس Angelesis Marcos Diaposol
ظالم كان النبي أبار أسم مرتي حسني أبامينا إنتني فأدي تؤمنون وتزدادون في الرجاء
بقوة الروح القدس. وأنا نفسي أيضاً يا إخوتي متيقن من جهتكم إنكم أنتم مشحونون من كل عمل صالح وملموئين من كل علم، قادرون أن تعلموا بعضكم بعضاً، ولكن بأكثر انتسارة كتبت إليكم يسيراً كما ذكر. لكم بسبب النعمة التي أعطيت لي من الله حتى أكون خادماً ليسوع المسيح لأجل الأمم، عاملاً بالكهنوت لإنجيل الله، ليكون قرباناً الأمم مقبولاً مقدساً بالروح القدس. فلي افتخار في المسيح يسوع عند الله، لأني لا أكثر أن أقول كلمة مما لم يفعله المسيح بواسطتي، لأجل طاعة الأمم بالقول والفعل بقوة آيات وعجائب وبقوة الروح القدس، حتى إني من أورشليم وما حولها إلى الكوريكون قد أتممت بشارة المسيح. وهكذا كنت أود أن أبشر ليس في الموضوع الذي ذكر فيه اسم المسيح، حتى أبني على أساس غريب، بل كما هو مكتوب: الذي لم يخبروا به سينظرون، والذين لم يسمعون سيفهمون. لذلك امتنعت عن المجيء إليكم مرارا كثيرة، وأما الآن فليس لي مكان بعد في هذه النواحي، فلي اشتياق زائد أن أأتي إليكم منذ سنين كثيرة. فعندما أمضي إلى أسبانيا لأبي أرجو أن أراكم في أثناء ذهابي إلى هناك، وتودعوني أنتم إلى هناك. إذ تملأت برؤياكم قليلاً، ولكن الآن أنا ماضٍ إلى أورشليم لخدمة القديسين، لأن أهل مقدونية وأخائي قد سروا أن يصنعوا شركة للفقراء القديسين الذين في أورشليم، قد سروا بذلك وإنهم مديونون لهم، لأنه إن كان الأم قد اشتركوا في روحانياتهم يجب عليكم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. فمتى أتممت ذلك وختمت لهم هذا السمر، سأمضي ما وراء بكم إلى أسبانيا، وأنا أعلم إني إذ جئت إليكم سأجي في ميت بركة المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي إخوتي، آمين. Yeah.
في لب مسكي قرطوم ميوس تكسر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب كثرة رحمته ولدنا ثانياً لرجاء حياة بقيامة يسوع المسيح من الأموات للميراث الذي لا يبلى ولا يدنس ولا يضمحل محفوظ لكم في السماوات أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير الذي به تبتهجون الآن يسيراً. وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة لكي تكونوا تزكية إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار لتواجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح الذي وإن لم تروه تحبونه
هذا الذي الآن لم ترونه وآمنتم به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يزول شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فيبقى إلى الأبد. شارنا القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معي ومعكم يا أبائي وخت الجميع أمين. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة وأخذا معهما يوحنا أيضا الملقب مرقس، وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر ولوقيوس القيرواني ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع وشاول، وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي قد دعوتهما إليه. حينئذ صاموا وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما، فهذان إذ أرسلا من الروح القدس انحدرا إلى سليكيا ومن هناك سافرا في البحر إلى قبرص. ولما وصلا إلى سلامينا نادينا بكلمة الله في مجامع اليهود
وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتازا الجزيرة كلها إلى بافوس وجدا رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يسوع، هذا كان مع الوالي سيرجيوس بولس وهو رجل فهيم، فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله، فقاومهما عليمون الساحر لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يصرف الوالي عن الإيمان. وأما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وقال: أيها الممتلئ من كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الرب المستقيمة؟ فالآن هو ذا يد الرب تأتي عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال وقع عليه ضباب وظلمة وكان يدور ملتمسا من يقوده بيده، فالوالي حينئذ لما رأى آمن وتعجب من تعليم الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة إلى الأبد، آمين. والابن الروح القدس الإله الواحد، آمين. اليوم السابع من شهر بقون المبارك أحسن الله استقباله وعاده عليكم وعلينا وأنتم ونحن مغفور خطايا وزلات من قبل مراحم الرب، ترحمنا وترحمكم يا أبي أخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 شهداء 304 ميلادية استشهد القديس أبسخيرون الجندي الذي من قليم بمحافظة كفر الشيخ الآن، كان من جنود فرقة أتريب أيام حكم الملك دقلديانوس، ولما أصدر الملك أوامره بالسجود للأوثان رفض أبسخيرون فوضعه والي أتريب في السجن، فكان يصلي فظهر له ملاك الرب وقواه، ثم أرسله إلى إريانوس والي أنصنة، وفي السفينة صلى القديس فانحلت السلاسل، وكان إريانوس في أسيوط فذهبوا إليه وهناك وقف أمامه واعترف بالسيد المسيح. استحضر الوالي ساحرا اسمه إسكندر قدم للقديس شيئا من السم القاتل فرشمه بعلامة الصليب وشربه فلم ينله أي أذى، فآمن الساحر فقطع الوالي رأسه ونال إكليل الشهادة. وازداد الوالي غضبا على أبسخيرون فأمر بجلده بالسياط وسلخ جلده، وبعد أن عذبه بعذابات كثيرة أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة، بركة صلواته فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا تنيح القديس مويسيس بجبل أخميم، كان عابدا يقيم بجوار عين ماء بجبل أخميم، وقد التف حوله كثيرون وقد صار هو أبا ومرشدا لهم، ومن جملة تلاميذه القديسين ديسقورس وأخيه إسكلابيوس اللذين استشهدا في مذبحة أخميم الشهيرة 1 طوبة 304 ميلادية. وبعد جهاد طويل شعر القديس مويسيس بقرب نياحته فاستدعى أولاده وباركهم وأوصاهم بالثبات على الإيمان وحفظ وصايا الرب، ثم فاضت روحه الطاهرة فكفنوه ودفنوه بإكرام جزيل، بركة صلواته فلتكن معنا. وفيه أيضا تم تكريس كنيسة القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل إسنا، ذلك أنه اعترى زوجة ملك النوبة شيطان رديء، ولما سمع ملك النوبة بمعجزات القديس أرسل إليه بعض حاشيته فاصطحبوه إلى هناك، فلما دخل المكان الذي كانت موجودة فيه زوجة الملك صرخ الشيطان وشفيت المرأة، وأرجعوه إلى ديره مكرما، وأرسل الملك أموالا كثيرة بنى بها القديس حصن الدير وكنيسة جميلة كرست في مثل هذا اليوم
بركة صلوات القديس متاؤس فلتكن معنا وربنا المجد دائما أبدي. And have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May be worthy to hear and to act according to your holy gospels through the prayers of your saints. Pray for the holy gospel. كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، مرضى شعبك اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقياماتنا كلنا. صلى الله عليه وسلم.
بكمنا وما الثواب ما عرفت شي مويت نيخان بتصوتو صوت ما بك ناين عنا توي جاء عير قلبي سرا كان لنويا ما رويت شاس خنتك لسي انت بفلا أمر واسمه رفحية كاتدرا انت ان يبرز فيتا ارس جاف كوين عمت يوت ام بريتنا نسو افن افن جانيت سوتون او اف او اون اف افوركن جام شوي سو ان افوم انا اثيف جان ثق بفو ام شاينة قطاع التاكسي سمر شي سادك شوي صوين عم مقبن يوثو عم بطنية شيس بابا فاطا وتروس بيما اصناف نمن يوتن امسكو بس افامو اوسي شوي صارف اعريتك ميتو Sonic to Catalucan, a given gillion to an Agnus بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوكا المشير بركاته علينا أمين من مزامير تراتيل أبينا داود ني بركاته علينا أمين روحك القدوس يديني إلى الاستقامة فالأسمع بالغدوات رحمتك فإني عليك توكلت يرفع في كنيسة شعبي وليبارك على منابر شيوخ لأنه جعل إبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويا أفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكين إلى الأبد على تقسيم القيصادك الرب واليمينك يا بين الباب الباب الأنباط وطنوس الثاني وشركيك في الخدمة الرسولية أبين الأسقف الأنباء مولى وأبين الأسقف الأنباء موسى الرب يحفظ لنا حياتكما باسم رب القوات
ربنا وإلهنا مخلصنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وإذ كان يصلي في موضع قفر لما فرغ قال له واحد من تلاميذه يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. فقال لهم متى صليتم؟ فقولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا التي أعطنا إياه كل يوم واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. ثم قال لهم من منكم يكون له صديق ويمضي إليه في نصف الليل ويقول له يا صديق اقرضني 3 أرغفة لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له؟ فيجيب ذلك من داخل ويقول لا تزعجني فإني أغلقت بابي وأولادي معي على فراشي لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم إن كان لا يقوم ويعطي لكونه صديقه فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه ما يحتاج إليه. وأنا أيضا أقول لكم اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له. فأي أب منكم يسأل ابنه خبزا فيعطيه حجرا أو يسأله سمكة فيعطيه حية بدل السمكة أو يسأله بيضة فيعطيه عقربان؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحر الآب من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. Chapter from the Holy Gospel according to St. Luke the Evangelist. Apostle and pure disciple, may his blessing be with us all, amen. The son of our teacher David, the prophet and king, may his blessing be with us all, amen. Teach me to do your will, for you are my God, your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. Cause me to your loving kindness in the morning, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I have lifted up my soul to you. Exalt him in the church of his people and praise him in the seat of the elders. For he has made this family like a flock of sheep. The upright shall see and rejoice. The Lord has sworn and will have no regrets. You are the priest forever, according to the order of Melchizedek. The Lord is at your right hand. Our saintly father, the patriarch, Pope Pavel Theodorus II,
and the Father, the Bishop of Amusa, may the Lord keep you alive. Comes in the name of the Lord, our Lord, God and Savior and King of us all, Jesus Christ, the Son of the living God. Glory be to you forever and ever. Amen. And it came to pass as he was praying in a certain place, when he sees that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. So he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. For we also forgive everyone who is indebted to us. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil one. And he said to them, Which of you shall have a friend, and go to him at midnight, and say to him, Friend, lend 3 loaves, for a friend of mine has come to me with his journey, and I have nothing to send before him. And he answered from within and said, Do not doubt me, the door is now shut, and my children are within me. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will rise and give so many as he needs. And I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks to receive, and from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to who ask him. Glory be to God forever. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سيد المسيح لما قالوا له علمنا ان نصلي، اداهم نموذج للصلاة، صلاة أبانا الذي بنسميها الصلاة الربانية، لأنها كانت النموذج اللي حطه السيد المسيح لينا عشان نصلي على أساسه. When the disciples asked the Lord to teach them how to pray, he gave them the Lord's Prayer to be the example and the model that we are going to adopt when we try to pray to the Lord. سيد المسيح في الصلاة الربانية حط لنا 5 كلمات مهمة. أبانا، دي نمرة 1. يتقدس اسمك، نمرة 2. تكن مشيئتك، نمرة 3. خبزنا الآتي، نمرة 4. وفي الآخر بيكمل وبيقول إن لما نعمل كده هيكون لينا الحياة الأبدية ونصل إلى ملكوت السماوات، الملكوت نمرة 5. ودول بالظبط كده الركائز 5 بتاعة الإيمان المسيحي.
لخصها ربنا في الخمس كلمات دول وحطها قدامنا صلاة نقولها على طول. These five pillars of the Christian way the Lord had founded in front of us to adopt and to believe in and to follow in order to achieve the holy kingdom in heavens. سيد المسيح ابتدى بكلمة نقول يا أبانا. دي أول ركيزة في الحياة الروحية، إن الله أبونا. في ناس تخلي ربنا في السماء محدش يعرف يوصل له بسهولة، هو فوق وإحنا تحت. وفي ناس مش مؤمنة تشطب على ربنا وما تحطش بديل، ما تعملناش أي إجابة للتساؤلات. لكن في المسيحية بنقول إلهنا العظيم اللي فوق في السماء نزل وتجسد وحل في وسطنا وفدانا وخلصنا وجددنا وغيرنا وسكن فينا وبعدين خدنا وطلع بينا فوق للسماء. دلوقتي بنطلع بأفكارنا ولكن في النهاية بنطلع بأجساد نورانية لنصل إلى الله في الملكوت ونستقر عنده إلى الأبد هناك. This is the miracle of Christianity, the wonderful task of the Lord, that the Lord came from heaven to earth in order to get us from earth to heaven, after changing us, after giving us the new nature in Christ. How this occurred? Through the cross, when he carried our sins on his body and got the penalty of death instead of us. And then now he is, after being resurrected, ascending to heavens, sitting at the right hand of his Father. He is now the great intercessor that we are going to be having the forgiveness through. فسيد المسيح عمل عمل مجيد ما شفناهوش قبل ولا هنشوف بعد، إن الإله العظيم نزل وتجسد، خد خطاياي على الصليب، مات بدالي بدل ما موت أنا. وبعد ما مات، لأنه الإله اللي بلا خطية ولأنه فعلا كان بلا خطية باستمرار، قدر إن هو يقوم نفسه بنفسه وقدر إن هو يصعد إلى السماوات ويجلس عن يمين الآب، وسوف يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. عشان كده إحنا بنؤمن إن إلهنا ده أب، زي ما الأب ينزل ويشيل طفله من الطين. لو الولد وقع في شوية طين وكل ما يجي يطلع يتزحلق، كل ما يجي يطلع يتزحلق يعيط ويصرخ لأبوه بابا 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 مش عارف أطلع. خليك يا حبيبي انت مش هتعرف لوحدك، انا هاجي انا. ينزل ابوه لغايه تحت لغايه الطينه دي ويروح مثبت رجليه كويس تمام، وبعدين شايل الطفل على كتفيه ويطلع من المكان ده وينقذ ابنه من الطين. الاب الحقيقي ينزل لاولاده. وعشان كده في المسيحيه احنا بنؤمن بالله اللي ينزل ويخلصنا، مش اللي يتعالى ويقول اطلعوا لي. نطلع لك ازاي؟ مش هنعرف. وعشان كده دايما انا ما اعرفش ليه بفتكر لما باجي عندكم بالقيس اللي عرفت ان ربنا نزل وتجسد وهي اصلا باكستانيه، وبعدين لما عرفت كده وعرفت ان الله اب طلعت كتاب جميل بعد ما دخلت للمسيح وسمت الكتاب ده الله هو ابي، God is my father. والكتاب ده متوزع بكل لغات العالم في كل انحاء العالم، الله هو ابي يا ابانا. الأب مسؤول عن ابنه، مش يقول له أنا مالي تصرف أنت، لا ساعدني يا بابا.
الأب مسؤول عن ابنه، الأب يدي دمه لابنه، والأب يدي جهده لابنه، ويدي الجينات بتاعته لابنه، وابنه بيبقى صورة منه. وعشان كده احنا لما بنقول الله هو أبانا أو الله هو أبونا، نبقى عارفين ان احنا بنتكلم عن مين، عن إله مش متعالي في السماء يقول لنا شوفوا لكم حل انتوا اطلعوا انتوا، لا، الله الذي تنازل إلينا وفدانا تماما كما تنازل الأب إلى ابنه ليرفعه من حمأة الطين. أبانا، الله أب. اثنين، الله اسم، ليتقدس ايه اسمك. ودي تفكرنا بداود لما قال محبوب ايه هو اسمك يا رب، فهو ايه بقى طول النهار تلاوتي. فالله أب والله اسم، بمعنى اسمه يسوع. فالإنسان المؤمن تلاقيه ما يبطلش يردد اسم المسيح. حتى إخواتنا الشهداء بتوعنا في ليبيا اللي منكم شافهم على الفيديو، وزي ما قال نيافة أنبا مكاريوس أسقف في المنيا، إن ده أول استشهاد في التاريخ يتم على الفيديو بالصوت والصورة لايف، يعني بحيث إن هو كنا شايفين كل حاجة قدام عينينا. كانوا واقفين بثبات وقاعدين يقولوا يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع ارحمني. فكانوا باستمرار عايشين للاسم الحسن وفي الاسم الحسن وبالاسم الحسن. كان المسيح في قلبهم، وكان المسيح في ذهنهم، وكان المسيح على لسانهم، فكانوا لا يكفوا عن منادات المسيح حتى اللحظة الأخيرة. ولهذا أصبحت نفوسهم الآن في السماء في الفردوس، وأصبح اسمهم مكتوبا في التاريخ كشهداء أطهار وأبرار في تاريخ كنيستنا القبطية. فإحنا هنا بنقول له ليتقدس اسمك. فياريت نتعلم صلاة يسوع دي، يا رب يسوع ارحمني، زي ما كانوا بيقولوا الشهداء بتوع ليبيا، يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع ارحمني. وبيقولوا الآباء إن لما نقولها كتير بتخش ذهننا وتترسخ فيه، وتنزل من ذهننا لقلبنا وتسكن فيه، وتنط على لساننا من غير ما نقصد. بعد كده دورة تبدأ باللسان فالذهن فالقلب، وترجع للسان تاني. فالواحد يبقى نفسه قاعد وسط الناس يقول يا رب يسوع ارحمني، زي ما كانوا بيقولوا الشهداء دول، باستمرار اسم المسيح على أفواهنا. فهنا بنقول له يا أبانا، واحد يتقدس اسمك. First we ask him like a father because he is the father that came to save us. Number two, he is the holy name that we utter daily many, many times, even each moment. The saints used to have this name on their tongues as a prayer day and night all along the day. And they sometimes take it like a training related to the inspiration. Ya Rabbi Yesu al-Masih ارحمني انا الخاطئ، يعني inspiration and expiration. يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ، يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. فكانوا دايما في حالة اتصال بربنا. المسيح بقى اذا هو ابونا، اثنين هو الاسم الحسن. بعدين نقول له لتكن مشيئتك، الارادة الحسنة. الله يريد أن جميع الناس إيه؟ يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون. فهو صاحب الإرادة الحسنة. هنا الزمان قالوا لا أبدا، ده هو ربنا قال دول يروحوا السماء ودول يروحوا جهنم. يطلع إيه ده بقى؟
ده لاهوتي كبير مشهور قوي قوي من بلادكم دي يعني زمان يعني. قال ان ايه ان ربنا خلق دول للملكوت ودول للجحيم بارادته الحر. يا سلام، ده انا اقول له انت كده ظلمتنا. اللي في الجحيم يقول له انت يعني بارادتك انت لغتنا، ما احنا لينا كلمه. المسيحيه ما تقولش كده ابدا. المسيحيه بتقول الله هو العامل فيكم ان تريدوا، يعني حتى الاراده بتاعتنا الله بيشترك معانا واحنا بنشترك معاه. اقدر اقول له مش عايزك، هو يقول لي انت حر، بس احصد ثمره الكلام ده. واقدر اقول له تعالى، يقول لي انا جاهز واقف على الباب واقرا، ما دام سمعت وفتحت اخش واتعشى معاك. Therefore, when we deal with our Lord Jesus Christ, we are dealing in a free will technique, a free will procedure. Thus, I am looking towards heaven, speaking to the Lord. The Lord is responding, coming, redeeming, saving, and even dwelling inside us, and giving the Holy Spirit the place to be inside us like a sanctuary. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. المسيحية دي أنا عجيبة في الأتشيفمنت بتاعها، ما فيش في البشرية ولا في التاريخ كله لما ندرس ما حدش قدر يعمل الأتشيفمنت ده ولا يوصل البشرية للحكاية دي إلا المسيح، إنه قدر نزل لندنا تحت على الأرض، خدنا وطلع بينا فوق في السماء وأصبحنا ورثة الملكوت. وعشان كده اسمه اسم حسن، لابد أن نناديه باستمرار، وإرادته ومشيئته صالحة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. مش حد معاش يقول له بالعافية تعالى، هو اللي يجي بإرادته الحرة ويقبل إلى الله، فيجد الله في انتظاره. إذن الله أب، الله اسم، الله مشيئة، وفي النهاية الله ملكوت. ليأتي علينا إيه؟ ملكوتك. حين يملك الله على القلب، وحين يملك الله على الفكر، وحين يملك الله على الإرادة، يملك الله على الأفعال. مادام خدت المسيح في قلبي هينور لي فكري ويخلي إرادتي إرادة صالحة، فأفعالي تبقى صالحة. ده الميكانيزم بتاع عمل ربنا فينا، يسكن في القلب، وحين يملك على القلب يتحول الإنسان إلى هيكل الروح القدس، وروح الله ساكن فيه. بعد كده روح الله يبقى القائد بتاع حياته، يقود الفكر ويقود المشاعر ويقود الجسد ويقود الإرادة ويقود العلاقات ويقود الأفعال، وينير الطريق حتى إلى ملكوت السماوات. That's why he is blessed, the man and the woman for sure, those who are going to stick to the Lord. نقول كده كلمة داود، الالتصاق بالرب حسن عندي. ايه داود قال؟ انا اصلي زمان قلت رأيت الرب امامي في كل حين عن يميني فلا اتزعزع. لا ده انا زودتها سنة، قلت اما الالتصاق بالرب فحسن عندي. نقول له احنا بقى معلش يا داود، بقى احنا موصلناش بس لغاية الحتة دي، ده احنا خلينا ربنا جوانا فينا، انا فيهم وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد. ما امجد المسيحيه وما اسعد المسيحيين بالهين، لان مسيحنا مش بس بيخلينا نعبد الله ماشي، ولا يخلينا نتطلع الى السماء، ولا يخلينا نطلب الملكوت بعد ما نسيب هذا العالم. لا، ملكوت الله داخلكم، المسيح فيكم رجاء المجد، هكذا قال الرسول بولس فينا.
مش جنبنا فينا، وده يعني حاجة شرف وبركة كبيرة يعني لا نستحقها، لكن في إيد النعمة، نعمة العهد الجديد. تعالوا نعبد الرب، تعالوا نتطلع إلى السماوات، تعالوا ننتظر الملكوت العتيد، تعالوا نأخذ المسيح إلى داخلنا ليكون ملكوت الله في داخلنا. هو جاهز أن يدينا هذه البركات، فتعالوا نأخذها. Let us pray asking the Lord to come from heaven to earth, to dwell inside our hearts, to change our nature, sanctify our heart, and come and live inside us, because He promised us that we are going to be sanctuaries for the Holy Spirit, that the Holy Spirit may dwell inside us. تعالوا كده ناخد البركات دي ونفكر فيها بقلبنا مش بس بعقلنا، ونفكر فيها بإرادتنا عشان خاطر نعزم ان احنا نعيش كده، ونقول له تعالى حل فينا ايها الصالح، وطهرنا من كل دنس، وخلص نفوسنا. الروح القدس جاهز انه يعمل فينا كل هذه الاعمال. الرب هو الاسم الحسن، هو ساكن الملكوت، هو الفادي الذي تجسد وفدانا على الصليب، هو الذي أعطانا جسد ودم الأقدسين ليثبت فينا ونثبت فيه، هو الذي وعدنا بالقيامة وبالحياة الأبدية وبالملكوت العتيد. الله يعطينا هذه الحياة المجيدة، له كل المجد من الآن وإلى الأبد. أنيتو خلقو بسمين يسمو وبانتباي بقوة بقوةك طالب قريب راتي انتبه سخر السوس ارمز بابي ناري قنوني ارشي انجلوس اسقوة ميخاين مغبرين انت فكان نوبي نانبون طغيم بشوي سريع قنون شوي سنيوت نبوس طولوس نيم بسبن تاني ماسي تيس اندف كان النوفي نانيبو طغيم بشوي سريع قنون دفوروس مارتيروس أبس خيرون بيرن كلين كان النوفي نانيبو طغيم بشوي سريع قم بن يود سوا بن ديك أصاب أبراهام بيبس قبوز نفكان النوب نانبوت إزمارات كبيوت نمشيري نمبب نمبع إصوى تكريا سنتيك بوت نوش كموس تكيو صوفيا سبروس مين كريا لايسون خن أم اسمي ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بالانقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب باسم الآب نجد له ونجده مع الآب والابن
الناطق الأنبياء وبك سوى واحدة قد سجى مع رسولية ونعتل بمعمودية واحدة ونتظف في الأبواب وحياة الأهلات one God. God the Father, the Pantocrator, who created heaven and earth, and all things seen and unseen, we believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, coessential with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation, came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit, and of the Virgin Mary, and became man, and he was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried, and on the third day he rose from the dead, according to the Scriptures, ascended into the heavens, he sits at the right hand of his Father, and is coming again in his glory, to judge the living and the dead, his kingdom shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds with the Father, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, and in one holy Catholic and Apostolic Church, we confess one baptism for the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and life of the age to come. Amen. أخطأتي يا أبي أخوتي حلوني سامحوني شليم أبي أبروس أفشي استعصيت إيريني باسي يطبن المعني يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس أدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي أجناد الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول يا رب الله بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلام آبك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المائدة السمائية بالمسيح يسوع ربنا ربنا بعضكم
بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا. ورحمنا تقدموا على هذا الرسم، كفوا بخوف ورعدة وإلى الشاركين انظروا ربما جميعكم ومع روحك. أيضا ارفعوا قلوبكم us give thanks to the Lord. It is right and worthy, right and worthy, truly indeed he is right and worthy, O Master, Logos of truth, existing before the ages and reigning forever, abiding in the highest and looking upon the lowly, who has created the heaven, the earth, the sea, and everything therein, the Father of our Lord, God and Savior Jesus Christ, by whom you have created all things, seen and unseen, who sits upon the throne of his glory, and who is worshipped by all the holy powers. You are seated, stand. Before me stands the angel, the archangel, the dominion, the throne, the lordships, and the powers. Look towards these. أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عيونان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحونك على الدوام بغير سكوت قائلين. أنصت الشاروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدون لك صارخين قائلين قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءة
Αγίος, Αγίος, Αγίος. Holy, 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 truly, O Lord, Thou art God, who formed us, created us, and placed us in the paradise of joy. When we disobeyed your commandment by the guile of the serpent, we fell from eternal life and were exiled from the paradise of joy. You have not abandoned us unto thee, but have always visited us through your holy prophets and in the last days you did manifest yourself to us who were sitting in darkness and the shadow of death. Through your only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, who of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary. And became man and taught us the ways of salvation. He granted us the birth from on high through water and spirit. He made us unto himself a congregation and sanctified us by your Holy Spirit. This is he who loves his own who are in the world and gave himself up for our salvation unto death, which reigned over us, whereby we were bound and sold on account of our sins. He descended into Hades through the cross. Amen. من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعمالي. يا رحمتك يا رب وليس كخطايا. وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس
الطوباويتين المحييتين. ومن أن هذا هو بالحقيقة to us heaven to you, O God, his father, master of everyone, and he gave thanks. Amen. He blessed it. Amen. And he sanctified it. And give it to his holy disciples and saintly apostles, saying, take it of it, all of you, for this is my body which shall be broken for you and for many to be given for the remission of sins. Do this in remembrance of me. Likewise also the cup after supper, he mixed it wine and water, and he gave thanks. Amen. He blessed it. And he sanctified it. Amen. Again we believe, confess, and glorify. Tested, and give it also to all the disciples and saintly apostles, saying, take, drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which shall be shed for you and for many to be given for the remission of sins. Lord, is in remembrance of me. Every time you shall eat of this bread and drink of this cup, you proclaim my death, confess my resurrection, and remember me till I come. We praise you.
therefore, as we also commemorate his holy passion, his resurrection from the dead, his ascension into heavens, his sitting at your right hand, O Father, and his second coming from heavens, awesome and full of glory, we offer unto you your oblation from what is yours for every condition, concerning every condition, and in every condition. Worship God in faith and trust and believe. Let us attend. Amen. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. وأيضا نؤمن آمين. يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدسات امطار لانفسنا والاجساد لارواحنا، كي نكون كلنا جسدا واحدا وروحا واحدا ولي نصيبا وميراثا مع كل القديسين الذين ارضك منذ البدء. اذكر يا رب سلام الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه. سلام واحدا مقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب الله ارحم. هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك حفظها بسلام كل الأطاق والأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر رئيس كانتنا البابا الأنباط ودروس الثاني وأشركي في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا موسى وأبينا الأسقف الأنبا بولا. الله من أجل رئيس كانتنا البابا المعظم أنباط ودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس سكيفة المدينة العظمى الإسكندرية وشركائي بالخدمة الرسولية بين الأنبا موسى وبين الأنبا بولا وأيضا سائر سقيفتنا أرثوذكسية. يحسنون معهم كلمة الحق واستقامة بهم على بيعتك المقدسة يروق طيعك بسلام
اذكر يا رب القوامزة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. من أجل القوامزة والقصوص والشمامسة والإبزياقنين وسبع طغمات كنيستنا يا رب ارحم كل الخدام وكل الذين في البتونية وطهارة كل شعبك المؤمن. قل يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله ولا تبطى. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل ديارات بين الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينة نازي وسائر المدن والقرى والجزائر ولادي العراق. ساكننا فيها بمن إلا. تفضل يا رب هوية السماء وثمرات الأرض والزروع والعشب ونبات الحقل وهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. اطلبوا عن هوية السماء وثمرات الأرض واصعد مياه الأنهار والزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يبارك المسيح لهنا ويتحنن على جبلة التي صنعت يده ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اصعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الارض يا روح ارثها ولتكسر اسمارها أعد للذر والحصاد دبر حياتنا كما يليق. بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. يا رب أعنا الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل حين في كل شيء نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا الذين قدموا لك ذي القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الأجر السماء. آمين.
صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا. شو سو صاني بنت بك مونوجينيس انشيري اسرين رجبير برف مفنتين يسوى بنتك أريكتك سنيب شويس انت كرب مفي اني يسوبتيو اتقفرنك يسجيني بي ايني نين يوتيسو ني بطريرشيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني ريفيوش ني فانجيليستيس ني مارتيروس ني اومولوجيتيس ني مبنفماني فيني نسمي طافقوكي والخنفنا إن هوزي سيسوى باسمينو اتقيم بارسينوس إن سيوني فين تيسي اوتوكوس سوى بتياجي يا ماري سيطاسك بفنوتي بلوس خنوم اسمي نمبي أجيوس يوانيس ببرودروموس وابتستيس أوي مارتيروس نمبي أجيوس استيفانوس بأرشيز ياكونوس وإم بروتو مارتيروس نمبي سيوريموس نفانجيليستيس ماركوس بأبوستولوس أو أبوي مارتيروس نمبي بطريرشيس سواب سفيروس نمبي نساقديوس قوروس نمبي أجيوس أسنسيوس بأبوستوليكوس نمبي أجيوس بيتروس يرو مارتيروس بأرشيريس نمبي أجيوس يوانيس بخريزوستوموس نمبي أجيوس يودوسيوس نمبي أجيوس ساوفيلوس نمبي أجيوس ديمتريوس نمبي أجيوس كيريلوس نمبي أجيوس فاسيليوس نمبي أجيوس غريغوريوس بيسيولوغوس نمبي أجيوس غريغوريوس بيسافماتروغوس نمبي أجيوس غريغوري بي أرمينيوس نمبي شمتي شمتي شميني تفصوتي خنيكيا نمبي شتي فنتي كونستانتينو بوليس نمبي سناف شنتي افسوس نمبن يوتن ذيك عزبن اشتيا فانتونيوس نمبس ميا فابلي
نم بشم تسواب عظامك نم نشير تيرو نستفرو فوس نم بنيو طبا يونس بغمينوس نم بنيو طبا بشوي باسمي برو من تيليوز بمن ريت انت بن سوتير اغاسوس وبنى القديس الأنبا بولا الطموي وحسقيال تلميذه وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شيد والقوي القديس الأنبا مو موسى ويحنس كما القيس أبانا بدانيال القمص وأبانا بيسيزوروس القيس وأبانا بباخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه وأبانا بشنود رئيس المتوحدين وأنبويس تلميذه وابانا القديس العظيم الانبا ابرام اسقف الفيوم والجيزة وابونا ميخائيل البحيري تلميذه وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا القارئون فليأكلوا أسمع بعون البطاركة الكديسين الذين راقدوا قربون يا نفوس مجمعين واغفر لنا خطايانا Yeah.
So Lord, those souls you have taken, put them in the paradise of joy, in the region of the living forever, in the heavenly Jerusalem, in the place. We too who are sojourning in this place, keep us in your faith and grant us your peace unto the لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس. بركة وسلام لجميعكم وروحك أيضا. فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراره الإلهية غير المائتة. الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم اللذين لمسيح الضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا رب ارحم. بركة وسلام لجميعكم بروحك أيضا. أنت هو كلمة الآب الإله الذي قبل الدهور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا
مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا. Send the Holy Spirit upon the apostles on the day of Pentecost, and he came upon each one of them like cloven tongues of fire. وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق، وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. And after they preached the gospel of the kingdom and told the nations, they shed their blood for your name's sake and received the crown of apostleship and the crown of martyrdom. Granted his holy disciples and his honored apostles the descent of the Spirit, the Paraclete, upon them, and give them authority to work healing, signs, and miracles. And they preached your holy name to us and restored us to the true faith of your holy Trinity. We praise you, we bless you, we glorify you and give you thanks unto you on account of this great gifts. Ask you, O our Master, to grant us the forgiveness of our sins and to purify our hearts, our souls, our bodies, and our spirits, so that with a pure heart we dare with boldness without fear to cry unto you, O Holy Father, who art in heaven and say, our Father, Christ our Lord.
نعم نسألك نجينا من العم غير نافع نجينا من قوتك المقدس قل يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسولك البابا الأنبا تودروس الثاني وأسقفنا الأنبا بولا. قل يا رب اجتماعاتنا باركها وطي صمين كتم دمعتي صمت أبوب الثام آمين منك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم تاجيتي سجي سبلغي سوس كريوس إيسوس إغريسوس إيوسي أجياس موسى بنفما أجيون أمين إيسوبا نجيون فتير إيسوبا نجيون سيون سنتوبا نجيون بنفما Holy body and precious blood of Jesus Christ, the Son of our God. Amen. Precious body and true blood of Jesus Christ, the Son of our God. Amen. The blood of Emmanuel, our God, this is so in truth. Amen. Amen. Amen, amen, amen. I believe, and confess to the last breath
that is the life-giving flesh, that your only begotten Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, took from our Lady, the Lady of our soul, the Holy Theotokos, Mother of God, Saint Mary. He made it one with his divinity, without mingling, without confusion, without alteration. He witnessed the good confession before Pontius Pilate. He gave it up for us upon the holy word of the cross of his own will for us all. Truly I believe that his divinity parted not from his humanity for a single moment, nor a twinkling of an eye, given for us for salvation, remission of sins, and eternal life to those who partake of him. I believe that he is so in truth. Amen. 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 Tinati, 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 jisaitichin umasmi amin, tlubu anna wa kulli al-masihin, al-lazina qalu lana, min agli man naskurahu. في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكن مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين هللويا صلوا من أجل التنال باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية الزكية يا رب ارحم اخطات ا
ربي يا ناد قوته سبحوا عظمتي سبحوا أطفال مدارس الأحد لو سمحتوا يطلعوا من الباب اللي ورا. أطفال فلتسبح اسم الرب لنا الليلويا praise him for his mighty acts, praise him according to the multitude of his greatness. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the sound of the praise him with the timbrel and chorus. Praise him with strings and organs. Praise him with a pleasant sounding cymbals. Praise him upon the cymbals of joy. Let
that's everything that has breath. Praise the name of the Lord our God. Alleluia. رجاء محبة، ما فيش أي واحد ينزل تحت من الأهالي. يسوس بخريستوس بشيري ممنون صوت ميرون وايلا صومن توكي ريون دوكسوس دوكساستي انيل تونيسو رانوس اكسيتون باراك ليتون توب نفمات اسألي تيس امين هللويا قد تمجد صعد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزي آمين Let us praise the Lord, for he with glory was glorified. He ascended to heaven and sent to us the Paraclete, Spirit of truth. Sasis in Antono Ranon ke Imgin Anel Ton Yeso Ranos Aksi Ton Parakli Ton
تنطوب نغمة اسألي فياس آمين ألي لويا السماء والأرض صعد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا البحر أقليد روح الحق المعزي آمين أليلويا Ascended to heaven and sent to us the Paraclete, Spirit of Truth, the Comforter. Amen. Alleluia. Boros keniso men iso Christo anelton iso ranos axi ton parakle ton to pnevma tis eletias amin alleluia. ليسوع المسيح صعد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا الباراكليت روح الحق المعزي آمين هللويا Come on, all ye nations, to worship Jesus Christ, He ascended to heaven and sent to us the Paraclete, Spirit of Truth. Τον παρακλήτων το πνεύμα
تسألي تياس آمين هللويا جسد صعد إلى أعلى السماوات وأرسلنا البرق لتروح الحق المعزي آمين هللويا Spirit of truth, the Comforter. Amen. Alleluia. Atreya sin mu nazike mu nasim treya si o patirke. أيوس كتو أجيون نفما توب نفما تسألي فياس آمين هللويا الأب والإبن والروح القدوس وحيل حق المعزي آمين هللويا شنتي وعلان وعن شنتي تفاق نسعى نعلم Spirit of truth, the Comforter. Amen. Hallelujah. If it's marot in Jevion, never shirin in the never mind. Oh, man, did it